قبل ما تطلب النفس اللي علينا. سمعوا كلام من رئيس المجلس، سمعوا كلام من رئيس الحكومه نجيب ميقاتي، وسمعوا كلام من حزب الله، سمعوا كلام من مسؤولين امنيين وغير امنيين بهذا المحل. نحن حرصاء على تطبيق 1901، لكن الخروق تاتي من جانب اسرائيل مش بهذه السهوله. اثنين، وصلت شو كان جوابهم؟ مين هني؟ هني انه عليكم بالالتزام انه انتبهوا بهذا المحل. نحن سنمارس قد ما فينا قدراتنا بهذا المحل. وبدي لك شغله، مش من باب الدفاع ولا من باب الاعجاب بالامريكيين، الامريكيين ما بدهم حرب عندنا بجنوب لبنان، الأمريكي ما بده والفرنسي ما بده. بس ولكن هل بتقولي لي أنا بقدر بطمئن أن لا يقدم الإسرائيلي على خطوة كبرى؟ هون السؤال. ما فيك تطمئن. ما في مع إسرائيل ما في اطمئن. هون السؤال، لأنه إسرائيل عم تضرب الأمم المتحدة. مظبوط، لأنه عم تضرب الجيش اللبناني، مواقع للجيش ودوريات. هذه الضربات اللي عم تتلقاها إسرائيل من طرف المقاومة عم تقدر تمنعه يقدر يقدم على مثل هذه الخطوة، لأنه في رأي في مجموعة يمينية بالحكومة عند نتنياهو أنه هذه الفرصة السانحة والمؤاتية، روح نضرب حزب الله ونضرب المقاومة ونفوت على لبنان. من ورّت أمريكا بالبحر. بس أنت مش مخلص جبهة، أنت مش مخلص جبهة غزة. جبهة غزة. اثنين، صحيح اليوم المجتمع الأكبر من الصهاينة اليوم أنه كيف سننتقم، كيف قد ما فينا نعمل شلالات دم بفلسطين وجنوب لبنان، لكن الامريكي قادر هذه المره يقول له انت ممنوع تجي على الممنوع تقدر تفتح جبهه بلبنان. اثنين، لانه هذه الاسلحه وهذه القنابل وهذه القذائف الذكيه وغير الذكيه والقاتله عم تجي من الامريكان، يعني بعده قادر الامريكي يمنعه للاسرائيلي بهذا المحل. اثنين، اليوم عم نشوف ضربات عده، انه بيجي بيقولوا لنا كمان خلي الجيش اللبناني يستلم فوق بهذا المحل. طبعاً الجيش اللبناني أول تحية لكل عسكري ولكل ضابط على طول هذه الحدود وبكل أي بقعة بالجنوب عم بيقوم بوجباته. هيدا الشهيد اللي استشهد بالعديسي المقداد والجرحى اللي معه مثل شهداء المقاومة وجرحى المقاومة ومثل أي مواطن جنوبي عم بيقوموا بوجباتهم بهيدا المحل. هناك تنسيق كبير بين اليونيفيل والجيش وبين الحزب والجيش على أكمل وجه، وتحية لأي عسكري. اثنين، انت عم بتقول له تعوا عملوا الجيش اللبناني، طيب الجيش اللبناني انجم عنده 3000 و 4000 عسكري فوق، قالوا له عمول 14000 و 15000، طيب انا منين بدي اجيب 10000 عسكري طلعهم لفوق؟ وعلى سيره الجيش لفرجيكي بطوله الجيش، عسكري واحد من الجيش لم يتخلف عن خدمته. عسكري واحد طبعا هذا الجيش اللبناني. عسكري واحد الجيش. عسكري واحد ما تخلف عن خدمته، بينما في عسكر بالجيش الاسرائيلي جيش العدو ما راحوا على غزه، خافوا. هون بتشوفجيكي هيدا إرادة. لا هون ما في مقارنة. إرادة هيدا الجيش. هون ما في مقارنة. مش عبقارن أنا. لا في مقارنة. أنا جيشي أكبر منه. جيشي أكبر منه. ولا أجرأ بكل شيء. ولا في مقارنة. ولا فينا نقارن بعقيدة هذا الجيش. أنت عم بتقولوا لي خدوا 10000 عسكري. طب أنا ما في 10000 عسكري. ما أنا بصير في عندي مشاكل بالشمال وعندي مشاكل بالحدود. طيب من أي قبل أيام الجيش وقف مجموعة إرهابية وما حكي عنها، إرهابية داعشية من الشمال بيقودها أحد كبار المسؤولين بداعش بإدلب. طيب أنا ليش بدي أترك هذا المكان؟ وين وقفها؟ وقفها بشمال. وقفها بشمال. لم يحكى عن هذا الأمر. ما حكي عنها. عرفتي مجموعة لداعش كانت ستستهدف مواقع. كان عنده أكثر من مهمة. طيب هذه مهمة الجيش. أنا بيجي ما قالوا له هذا المسؤول الدولي، قالوا للفرنسيين وقالوا للأمريكان، أنا ما بهالسهولة بدي بطلع 10000 عسكري لفوق. 10000 عسكري وخلي هيدا الفراغ اللي فوت يصير عندي بالبقاع وبده يصير عندي بشمله. بنفس الوقت للجيش بدي اقول له انا كيف بدك توقف اعمال التهريب وكيف بدي احمل مناطق وكيف بدي احمل بر وكيف بدي احمل بحر وشو بدي ادخل بالظروف الماديه اللي عم بعيشها الجيش اللبناني. وهلا بنحكي بالموضوع شو بده يصير بقيته. بس ولكن هذا المحل لبنان رد فعلا، نقل هذه الرسائل انه نحن ندافع عن نحن بحال الدفاع. حتى الان حزب الله لم يستهدف برصاصه واحده المدنيين، عم بيستهدف فقط مواقع عسكريه. السؤال، هل تبقى الامور على هذا المنوال على هذا ستاتيكو؟ هذا الموضوع عند الاسرائيلي. اذا اقدم الاسرائيلي وقرر انه استهداف اكبر وكذا، ساعتها نصير بمحل ثاني. يعني لا الوفود تمكنت من حمل تطمينات من حاسمي. الإسرائيلي حاسمة، ولا المقاومة عطيتها تطمينات. أكيد هذه المقاومة ما بتعطيها تطمينات. هذه كمان ضمن توازن الرفض. ما بدها تعطي تطمينات لإسرائيلي، لأن هذا الإسرائيلي ما فيك تطمئني له، خاصة بوجود هذه المجموعة اليمينية اليوم المستفحلة على القتل. ونتنياهو شو فرقاني معه نتنياهو وهذه المجموعة من المتطرفين؟ قالوا هذه فرصتنا الذهبية نقدر نقضي على المقاومة، لأني رح يفشلوا بغزة. وأنا عبلك في ضربات
ضريبه كبيره عم يدفعها الفلسطينيين، ونحن عم ندفع ضريبه كمان. هذا العدد من المقاومين اللي استشهدوا والعدد من الجرحى وافراغ بلداتنا على طول الشريط الحدودي. ممتاز. هذا امر صعب، بس ولكن حتى الان نحن بعدنا بمحل هم من يخرقون قواعد الاشتباك، ونحن نلتزم بال1701 قدر الامكان. اوكي، اختصر لي موضوع ال 1701 بجملتين قبل ما نفوت على بريك. لا تعديل ال 1701، تمسك لبنان بهذا القرار الاممي، علاقه استمرار هذه العلاقه مع اليونيفيل بين الجيش واليونيفيل وبين المجتمع المدني واليونيفيل. نحن لن يتزحزح عن هذا الامر. بعدين انه هذا مكتوب على مجلس الامن كمان لتعديل ال 1701. ومن يفكر انه بهذه الطريقه من خليل ال 1701 هو 6.5 نعمله 7 بموجب الفصل السابع، صحيح هذا بتصير تعديل بقوات اليونيفيل بتصير قوات مقاتله. هذا الامر اول شيء اليونيفيل هني ما بدهم. حبيبتي اليونيفيل وقت ما اجوا بال 2006 الفرنسيين ما كانوا يجوا الا لما اخذوا اوكي من حزب الله. صحيح بال 2006 عملوا القرار بالامم المتحده وكل شيء، راحوا سالوا خيره حزب الله بنقدر نجي ولا ما بنجيش بهذا بدك اليوم بهيك ظروف اليوم للحزب انه عدل بال 1901 وخلي قرار. هذا القرار لن يحصل، وهذا المجتمع الدولي المتباكي على اسرائيل فكره بهذه الطريقه وبهذه السياسه نفرضها بجنوب لبنان نفرضها على اللبنانيين ما بنقدر. متى سيعود هوكشتاين الى لبنان؟ انا مع اخر مره بهوكشتاين كان التركيز انه بنقدر، بس بهيك ظروف عند انا تقديري وقت حصول هدنه حقيقيه ووقف اطلاق النار هوكشتاين تتحسم الامور بغزه. بغزه ما زال بغزه لم تهدأ، ستبقى هذه الجبهه على هذه السخونة عندنا في الجنوب. هوكشتاين بآخر مرة قالوا للمسؤولين اللبنانيين أنا الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض على استعداد للوساطة على استعداد للوساطة بالنقاط المختلف عليها وتحديد النقاط مش ترسيمها تحديدها بالضبط مرسم. وساعتها بس تبقى تتحدد هذه النقاط كل حادث له حديث شو بصير بال1901 شو بصير بمواضيع تانية هذا متروك متروك للأرض. يعني رايحة عودة هوكشتاين إلى العام الجديد إلى أكيد إلى العام الجديد تخلص تتخلص المهلة اللي عطيتها أمريكا لإسرائيل بالإبادة والضرب للأسف للأسف خلينا بس هون في شغلة قد ما فينا نحن يا ريت هذه خلافاتنا الداخلية بموضوع ال 1901 وماذا يفعل حزب الله وكيف يتعاطى الجيش اللبناني في البعض يخففوا من الدروس عم بيعطوا دروس كثير يخففوا شوي على القليل نتفق فقط على خطر إسرائيل علينا بيبقى مشكلتنا الداخلية وخلافاتنا السياسية برئاسة الجمهورية أو غير الرئاسة